فارقه. خلاص يا عمتي ما احناش ناقصين. ممكن تهدي شويه يا ست ساميه؟ انا هادي يا سعادتك. ايه بس دم محروق؟ معلش يا باشا، حقك علينا. مفيش حاجه يا رباب، الست ساميه حقها معاها. اهلا الست ساميه، منوره. بنورك يا سعاده الباشا. انت بقى رباب؟ ايوه يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. تشربوا ايه؟ اي حاجه سعاده الباشا، كتر خيرك. نجيب ليمون على طول كده عشان نروق دمنا. ربنا يخليك يا باشا. 2 ليمون يا عبد الله بسرعه، خليك جنب الباب بس. كلمي يا رباب، انا سامعك. حاضر يا باشا. باشا حضرتك عارف ان انا عملت بلاغ في تلاعب وزمايله. عارف. كان ساعتها الموضوع ده مع النقيب راضي الله يرحمه. الله يرحمه؟ الله يرحمه ازاي يا باشا؟ هو الحمد لله يا رباب شهيد ان شاء الله. ما علينا يعني، ده مش موضوعنا. كملي. هو كان بلغني بالتفاصيل، وانا شخصيا حققت مع تلاعب لما جابوه. تمام يا باشا. انا عملت البلاغ في تلاعب، وانا خايفه ان هو يفضل ينكر يعني ويطلع منها. لما جيت بلغت يا باشا لقيت انهم طولوا قوي عليا وما ردوش. لا حد تكلمني ولا قال لي روح نيابه ولا اعمل اي حاجه. فجيت وسالت. صراحه انا خفت يعني ان هو كان يكون طلع منها وراح اتدرى في اي دهيه من اللي بيروح يتدرى فيها كعادته. وانت عرفت عادته منين يا رباب؟ قولي يا حبيبتي، قولي انت خايفة ليه؟ هو بصراحة يا باشا اليوم ده انا كنت رايحة ضد رجلي. رحتي له ليه يعني؟ زي ما تقول كده يا باشا، انا وتلاعب يعني المفروض ان احنا كنا بنحب بعض. يا ساتر يا شيخة، انا افتكرت في بينكم طار ولا حاجة. ما علينا. المفروض ان انتوا كنتوا بتحبوا بعض، وبعدين يومها يا باشا سمعت ترديش كلام كده ان في كلام اتقلب بطل عني يعني قدامه، وهو ما ردش خدتي. دمي اتحرق يا باشا، ما لقيتش نفسي غير وانا بشد العبايه بتاعتي من على فرشتي ونزلت ادور عليه. هو البرشام لحس مخه يا باشا، كل ما اجيب له تليفون يبيعه. طب وانت يا بنتي ايه اللي يخليك تحب واحد مستقبله منايل ب60 نيله كده؟ مش عارفه يا باشا، ممكن تقول العادة أو العشرة. أنت جدع يا رباب. كملي. ثواني معلش. صوي بيم، معلش هات بس الليمون منه واقفل الباب من فضلك. تحت أمرك عمر بيه. شكرا يا عبدالله. اتفضل يا رب. تسلم الأيادي يا باشا. كملي يا رباب. طبيت عليه يا باشا زي القضاء المستعجل. هددته يا باشا، هددته ان هسيبه ومش هيشوف وشي تاني لو ما رجعليش حقي من اللي قالوا عليه. ساعتها يا باشا لقيته بيبص لي كده بطريقه اول مره اشوفه بيبص لي بيها. بصراحه انا خفت يا باشا، بس ما قدرتش امشي قبل ما اخد حقي، حتى لو كان الحق ده بالكلام يا باشا. وبعدين استقوى عليا، لطشته، نادى على المقاطيع بتوعي. الحمد لله يا باشا ان هم كانوا مبرشمين. قدرة ربنا يا باشا ان انا قدرت اشتقوا عليهم وافلفص منهم. ساعتها يا باشا حلمت برحمة ابويا وامي. ما انا معدي يا هلا. دخلوا بحماري من التفكير. ايه اللي ممكن ولاية زي تعمله؟ ما لقيتش نفسي الا في الاسم يا باشا. الله يرحمه راضي بيه وقف جنبي. وفضل معايا لحد ما جابه. طمني وبعدين روحت. زي ما قلت لك يا باشا الفار لعب في عدي. جيت عشان اسال، قابلت عادل بيه، قال ان رئيس المباحث مش موجود يعني في اجازه ومش عارفين هيجي امتى. قال لي ان هو هيشوف لي الموضوع ويبقى يرد عليا. اخد نمره تليفوني. طبعا كلمك. ايوه يا باشا كلمني امبارح بالليل الساعه 11 كده.
طلب مني اني اقابله على كورنيش رود الفرق. بصراحه انا استغربت، بس اعمل ايه يا باشا، الغرقان بيتعلق باشياء. لقيته طالع بيا على الطرق، كان عايز وصل. وصل يا رباب؟ لا يا باشا ما وصلش، ما ملكتوش ترفع بيا. خبطت راسي بباب العربيه ونزلت اجري. طبعا جت حكيت لك، انت اتعصبتي ولما كنت حرق قررت ان انت تروحي القسم تدوري عليه وتلاقيه وتفهميه ان الغوابه لحمهم مر. بالظبط يا سعاده الباشا، ده اللي حصل. وكنت هتضربي الراجل الطيب ده من غير ذنب. العفو يا سعاده الباشا، العفو. هو انا اول ما جيت وقعدت اسال على عهد الباشا، هو قال انه عهد الباشا صاوي. تحت امرك يا مبي. تاخد عربيه من عندنا توصلهم لحد باب البيت، تخلي عبد الله يروح معاهم. حاضر سعاده. يلا اطمن يا باشا. طمني يا رباب، الموضوع خلاص بقى بتاعي، ومعانا عمر بيه. قول يا رب. عشان اوريك يعني انه احنا كمان لا مؤاخذه يعني بنعرف نرسم كويس قوي. لو كان بيدينا ان احنا ننحب على قلوبنا بازميل كنت فتحت لك صدري وقلت لك يلا هنحط اسمك على القلب بسرعه. كان بيدينا ان احنا نرسم احلامنا على لوحة ونعيش جواها زي ما اترسمت كنت رسمت لك ونرسم ليه وانت رحت فين. كنت خليتك انت ترسمي حلمك بايدك، كنت سبت الدنيا واللي فيها وعشت معاك في حلمك انت بس. عشان انت الدنيا واللي فيها فيلم، عشان انتي لو مش الدنيا واللي فيها ما كنتش انا كل ما اشوفك ابقى انا زي ما انا من غير ما البس الوش اللي بلبسه قدام اي حد غيرك حتى مع اهلي. انا فرحي كله وحزني كله وغضبي ووجعي وحبي كله يا فريد. الدموع اللي في عينيكي دي دموع زعل؟ حب؟ ازيك يا سي عمر؟ ما انت بقيت فل اهو ورجلك بقت زي الحصان وجاي على طول اهو ماشي زي الفل. اه الحمد لله الحمد لله يا راجل.
لا الا انتوا قاعدين ليه في الكتمه هنا؟ ما كنتوا خرجتوا بره في الجنينه، ده حتى بره هوا. ما انت عارف يا بابا انا قاعده برسم ومش عاوز اطلع من الموت. اه وايه اللي على صدر حضرتك ده؟ ايه ده فريد؟ هو مساحه اللوحه الحقيقه خلصت ولا حاجه؟ قلت تكملوا اللوحه على قميص الاستاذ؟ لا طبعا يا بابا مش كده. امال ايه يا كد؟ ده فريده كانت بتعلمني الرسم بالزيت على القميص حضرتك. ده بقى مشروع جديد، امال ايه؟ اسمه كمان مشروع الرسم على القمصان. ادينا بنجتهد يا انكل. اصل يا بابا عمر شافني وانا برسم على اللوحه بتاعتي فحب يجرب يرسم عليها. قفشت عليه طبعا. فراح واخد مني الفرشه دي ورسم الحاجات اللي انت شايفها دلوقتي على قميص. غلاسه بقى. ما هي المشرحه ناقصه قتلة غلاسه، اللي هو مين مع مين يا حضرات؟ والله مع حضرتك معاك حق، يعني انا مش عارف اصلا انت مستحملاني ازاي اساسا. يعني شفت بقى؟ انا كمان بقول كده. قولها حضرتك. ما انا عمال اقول اهو، وكل ما اقول يقولوا اطلعوا من البلد. لا ازاي تطلعوا من البلد لما انتوا تطلعوا من البلد؟ يعني مين يفضل فيها؟ يلا انا لازم بعد اذن حضرتك بقى يا انكل. ما هو لسه بدري. لا لسه بدري ازاي؟ ده يا دوب. عمر ما تنساش ميعادنا بكره مع الدكتور. ها دكتور ايه؟ دكتور مع التغيير بتاع الجرح يعني. دكتور جرح وتغيير بكره. انا هاكد عليك بكره الصبح ماشي عمر؟ بالليل براحتك يعني، حاجه امشي من هنا عشان يا دوب يعني. ماشي يلا. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. ان شاء الله تصبح على خير يا انكل. ده ما احنا سلمنا يا ابني قبل كده. صحيح نسيت، معلش. ما هو معلش يعني كتر السلام يخلي الدنيا زي الفل يعني. هي مش كده بالظبط يعني، مش زي الفل، هي كتر السلام يقل المعرفه. يا سلام. تصبح على خير يا انكل. ودي ليا بقى ولا ايه؟ السلام عليكم. يلا اغسلي ايدك عشان هنتعشى. حاضر. مش هتأخر. انا السلام عليكم. عليكم السلام.